يا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج أفلام البحرين، برنامج بياخذنا إلى عالم صناعة الأفلام السينمائية وعلى الخصوص التجربة البحرينية في خوض هذا المجال. بنتكلم عن أسرارها وأبداع صناعها ومعاناتهم وعن قصص ألهمت الناس، بنسلط الضوء على كل ما يدور في هذا العالم. بدأت السينما بشكل رسمي في عام 1895 بفضل الأخوة لومير اللذان وضعا حجر الأساس عندما صنعوا أول آلة عرض سينمائي في أواخر العام نفسه، والتي يمكن أن تسمى بأهم ليلة في تاريخ السينما. قضى الأخوين 10 أفلام قصيرة في باريس حيث كانت مدتهم 50 ثانية. هذه الأفلام كانت بسيطة بكوميديا خفيفة وأناس بسطاء يذهبون إلى منازلهم عودة من المصانع. وعلى عكس ما يشاع، السينما لم تكن دائماً بالأبيض والأسود، ففي عام 1896 تم تلوين هذه الأعمال يدوياً. أيضاً لم تكن دائماً صامتة، بل دائماً ما كان هناك طبول وأصوات وروائيين لتوثيق ما يحدث في الشاشة. إن عظمة السينما لا تكمن في روعة صناعتها فقط، بل في أنها أصبحت وسيلة الترفيه الكبرى إلى يومنا هذا. شغف البدايات وحب اقتحام عالم الصورة من تجارب خجولة على مر السنوات، أصبحت طموحات كثير من الشباب البحريني أكبر من إمكانات الفنية في صناعة الأفلام القصيرة. فقط هي صرامة الإصرار وشغف المغامرة المحمومة بحب هذا النوع من الاشتغال كانت كفيلة بتحقيقهم الكثير من الإنجازات، سواء كان ذلك على صعيد المشاركات السينمائية أو حصادهم للعديد من الجوائز خليجياً وعربياً وحتى عالمياً. حضور السينما في البحرين غريباً أو غير متوقع، بل كان نتيجة طبيعية للريادة الثقافية للمملكة على مستوى الخليج، كما أن البحرين كانت بوابة للثقافة الخليجية. في عام 1922 تم إنشاء أول دار عرض سينمائية في البحرين لتستوعب 30 كرسياً فقط. في فترة 1965 بدأت بوبكو بإنتاج أفلام قصيرة تسجيلية عمل عليها المخرج خليفة شاهين. Was it the mainland or an island? Whichever, it would have to do. أفلام بسام الذوادي تقدم الحاجز. ومع توالي إنتاج الأفلام برزت أسماء بحرينية عديدة في مجال الإخراج السينمائي، مثل المخرج بسام الذوادي والمخرج حمد الشهابي. استمر إنتاج الأفلام وتم تقديم العديد من الأفلام التي حققت النجاح في المهرجانات ودور العرض السينمائية. أحلام أبنائه قبل أن تأخذهم الريح. أمس وقفت علي السيارة، رحت حق أخوي سعود خدت سيارة من سايرهم، يعني واحد وبنت زوجته. ممكن توصلنا؟ وين بتروحوا؟ شجرة الحياة. الشاب الطموح محمد إبراهيم مخرج بتلفزيون البحرين حالياً، حاصل على بكالوريوس أعلام قسم الإذاعة والتلفزيون من جامعة البحرين، وهو أمين سر ورئيس لجنة العروض الخاصة في نادي البحرين للسينما، كما كان رئيس القسم السينمائي بمهرجان تاء الشباب التابع لوزارة الثقافة بمملكة البحرين. شارك في العديد من المهرجانات المحلية والخارجية،
وحاز على العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية المهمة. يا هلا ويا مرحبا فيك محمد، نورتنا اليوم في برنامج أفلام البحرين، وإحنا سعيدين بتواجدك كونك من المخرجين الشباب اللي فعلا تركت بصمة في مجال الإخراج. النور نوركم، مشكورين على هاي الاستضافة. يا هلا مرحبا فيك. طبعا في البداية اللي بتكلم معاك أكيد يعني إحنا دائما نقول إن المخرج مهم إنه يكون عنده ثقافة ملمة في مجال صناعة الأفلام، لكن لو بنتكلم هل الثقافة لوحدها تكفي ولا لازم المخرج يكون أيضا ملم في كل الأمور المهمة في مجال صناعة الأفلام؟ هو في البداية طبعاً إذا إحنا بنتكلم عن الإلمام، الإلمام شيء جداً مهم من كل الجوانب، من الجانب التقني، الجانب الفني، حتى الجانب الاجتماعي أيضاً. يعني شلون إحنا ممكن نرصد بعض الحالات ونحولها إلى مشاهد، نحولها إلى أفكار، شلون هذه الأفكار ممكن تترجم بعدها إلى صورة، شلون هذه الأفكار بعدها تتبلور بطريقة فنية مو طريقة تقليدية أبداً. فشي طبيعي الثقافة مهمة، الاطلاع على التجارب العالمية، الأعمال الخالدة اللي سجلت في المهرجانات العالمية أيضا. فشي طبيعي أن المخرج يجب أن يكون مطلع، منفتح على الآخر أيضا، منفتح على تجارب الآخرين، يشوف أفلام متنوعة ومختلفة أيضا في نفس الوقت. هذاك دار مزرعتنا اللي تحبينه. انتي زينب، انتي الشيرة الصغيرة اللي تظللني في كل يوم، ظلتش دافي، نسماتش تبرد الروح، في عيونك الحلوة تشوف ان الدنيا كلها بخير. أنا متضايق عشان منهد الديرة قريب. شلون؟ نتحول في بيتنا الجديد في المحرق. يلا زينب لا نتأخر أكثر، صار موعد دواء أمش. يعني هذا التنوع يكون مفيد للمخرج عشان نعرف شنو راح يقدم في الفترة المقبلة. يمكن محمد لو بسألك اليوم شنو أهم القضايا اللي أنت تطرحها في الأفلام اللي يعني تخرجها واللي يمكن تشتغل عليها، وشنو العوائق اللي ممكن تكون موجودة في صناعة هذه الأفلام وتحاول أنك تتجنبها؟ إذا احنا بنتكلم عن الأفكار، دائما أحب أركز في أفلامي على القضايا العامة الإنسانية ولكن بطريقة فنية. يعني القضايا هذه ممكن تطرح ولكن بشكل مغاير فني. إذا احنا بنرجع إلى الأفلام بشكل عام، كل أفلام العالم أوكي كانوا تحت 23 إلى 24 ثيمة. فهي 23 يعني إذا احنا بنرجع بنشوف في أفلام عن الحب، عن الحرب، عن الفقر إلى آخره من هذه الثيمات، ولكن الفكرة وما فيها أن احنا شلون نبلور هذه الأفكار بطرق مختلفة وبقصص مختلفة وببيئات أيضا مختلفة. فهذا يشكل أيضا تحدي. صناعة أي فيلم تحتاج إلى طاقم متكامل، ما تحتاج مجرد إلى شخص أو شخصين، لا، محتاجين إلى طاقم ما يقل عن 10 أشخاص أو 8 على الأقل. إحنا بس محمد نشوف فيلم صبر الملح وراجعين مع بعض.
بركات السماء نزلت، بس انتوا ما تشوفون، قلوبكم عمي ما تشوف للخير طريق، الملح طريق النجاة، وانتون غرقانين في البحر. اسمي صابرة، عمري مثل عمر المشموم في بلادي. كنت صغيرة، كانت أحلامي تكبر معاي، أشوفها في عين أبوي في سنابل مزارعنا. بس المطر غاب وتحولت ليالينا إلى أنا كنت أحلم. إيه يا باب، أنت أحلم. ما أبغى أقعد من النوم، أبغى أحلم بك الصابرة دائم. يا يبا لازم تقوم، بسك أحلام. انت ملح الارض يا صابرة، يمكن موتك يطهرهم وينظف قلوبهم، يمكن الارض محتاجه حق دمك علشان تصير خضرة وتزهر مره ثانيه. Oh.
حاج ابراهيم، ايش جايب لنا اليوم؟ جايب لك البرسي. جايب لنا حشيش يابس وتقول برسيم؟ ايش فيك استجنيت من يوم ماتت بنتك؟ بنتي ما ماتت، بنتي قتلوها. صابر خسارة عليك يا عطش الأرض، زرعوا الشوك في جسمك، تركوش للألم صابر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ملح للبيع، أحد يبغى يشتري ملح؟ مشكور يا حاج إبراهيم، ما نحتاج للملح. خل ملحك لك. عليكم السلام، تفضل. أنا مو جاي عشان أتفضل، قالوا لي إن أنت تبيع ملح. ما حد يبغى يطيب من أمراضه. عن أي أمراض تتكلم؟ ومن اللي بيشتري من عندك ملح؟ الملح يحفظ النفوس من الفساد والعفن. الملح المعلب اللي نجيبه من برا الديرة أفضل من ملحك يا لشلح. بس مو انضف منه. الظهر انت استجنيت. اسمع، اذا طقيت راسك بالصخرة بتتعور، سمعتني؟ صابر في ليلة بدر وما قدروا يخفوا فعلته. منجل في إيدي بس الأرض عديدة. أنا مو ضعيف يا بنتي، بس خسار عليكم. طوفان جاي وانتو نايمين، صابرة هي ملح الأرض وانتو أرض عطشان.
الحبال اللي جات ما تجيب الساهل، وبلادي بلي عيون عيالها عني. صابرة كانت عيونكم اللي تشوفون، صارت ملح، صبر الملح عليكم. صابرة كانت الملح، صبر الملح عليكم. يعني محمد شفنا هذا الفيلم الجميل صبر الملح اللي حاز على جوائز عديدة وجوائز يمكن خارجية أيضا من خارج البحرين. كلمنا عن هذا الفيلم وكيف تمت صناعة هذا الفيلم. طبعا فيلم صبر الملح يتكلم عن قصة ملاح بحريني يستخرج الملح من البحيرة ويبيعه، ولكن يواجه بعض التحديات إن شلون الملح دخل في فترة من الفترات، ولما دخل كملح مستورد غير من حياة هذا الشخص لأنه أوريدي اتضرر. ولكن العمل مثل ما شفنا تم ترجمته من خلال الصورة بشكل جدا مغاير، صحيح، وبلغة فنية أيضا مغايرة. فدائما الأفلام شوي بالذات الأفلام الفنية والأفلام اللي تشارك في المهرجانات دائما الروح في الفيلم تكون روح مختلفة، وهذا الفرق دائما اللي أركز عليه ما بين صناعة المحتوى إلى وسائل التواصل الاجتماعي لليوتيوب وغيرها، وأيضا الأفلام المشاركة في المهرجانات والأفلام اللي تعد بشكل فني للمهرجانات. فالفرق واضح من المفترض أنه يكون، لأن الفيلم يترجم بشكل فني ولكن المادة الإعلامية اللي ممكن تكون في اليوتيوب لا تترجم بشكل إعلامي، صحيح، أكثر من أنها تكون لغة فنية متكاملة. طبعا هذا الفيلم حصل على جوائز، فكلمنا عن هذه الجوائز وهل كنت متوقع حصول هذا الفيلم على هذه الجوائز؟ طبعا الفيلم شارك في مهرجان الخليج ومهرجان أبوظبي وأكثر من مهرجان في الحقيقة، ومثل البحرين. يعني إحنا إذا بنتكلم عن مهرجان الخليج ففي النهاية إحنا قاعدين نمثل، صحيح، بلدان في النهاية، نمثل وطننا في النهاية. فهي الشعور، هذا شعور جدا جميل. مغاير، فبالذات إذا إحنا نطلع على المسرح ونتكلم، وفي النهاية إذا فاز الفيلم شيء طبيعي راح نكون إحنا فخورين طبعاً. فهي اللحظة جداً لحظة ما ممكن إحنا ننساها، يعني لحظة فوزي بالجائزة الثانية في مهرجان الخليج أو في مهرجان أبوظبي أيضاً، فلحظة ما ممكن إن الذاكرة تنسى هذه اللحظة. شيء طبيعي يعني، لأن البحرين شيء غالي، إذا إحنا بنمثل البحرين شيء طبيعي وبنحقق هذا الإنجاز شيء طبيعي، هذا يعد فخر ما ممكن يعني إن إحنا ننسى أبدا بلا شك. وطبعا فعلا فوز هذا الفيلم فخر للبحرين بما أن صناعة بحرينية، يمكن اللي يشتغلون على هذا الفيلم شباب بحرينيين. اليوم يمكن محمد أكثر الأمور اللي يمكن يقولونها الشباب شلون نوصل فيلم ما يكون فقط إنتاج محلي، نبي أفلامنا أيضا تعرض خارج مملكة البحرين. شو الأشياء اللي لازم يتم التركيز عليها في صناعة الأفلام عشان يتم الفيلم هذا ينافس يمكن الصناعات اللي ما تكون محلية فقط؟ دائما الطريق إلى المهرجانات يكون طريق أصعب من اليوتيوب وأصعب، صحيح، من السوشيال ميديا، لأن المعايير مختلفة. المهرجانات العالمية والعربية أو الإقليمية أو الخليجية في معايير، لأن الأفلام اللي توصلهم أفلام مختلفة وبالمئات، صحيح، بعض المهرجانات بالآلاف. ففي لجنة فرز وفي لجنة متابعة عروض على ما الفيلم يوصل إلى المهرجان، إلى داخل المهرجان، داخل المسابقة الرسمية يكون الفيلم استوفى الشروط، استوفى الشروط وقدر أنه يوصل في النهاية مع 20 فيلم أو 18 أو 25. ففي النهاية هذا يعد إنجاز، فما بالك إذا أو ما بالك إذا إحنا بنوصل إلى المنصة في النهاية وبنفوز ونحقق جائزة ونحقق منجز، فهذا أيضا إنجاز آخر. فالطريق للمهرجانات دائما أقول طريق يحتاج إلى أن إحنا نتعب عليه ويحتاج إلى أن احنا نجتهد أكثر. اليوم الكثير من الشباب قاموا يتجهون إلى هذه الصناعة، صناعة الأفلام، لأن كانوا فعلا يشوفون قصص ملهمة وقصص ناجحة في البحرين، بحيث أن هذه الأفلام البحرينية وصلت للعالمية. فهل هذا يعطي دافع أيضا للشاب أنه يشوف فعلا في نماذج مشرفة للبحرين في هالمجال؟ أكيد طبعا، يعني المشاركة هي مهمة مثل ما قلت،
والدافع أيضا موجود، وأهمية التواصل أيضا مع الجيل السابق، الجيل اللي شارك في المهرجانات واللي أيضا ترك أثر في المجال السينمائي في البحرين. هاي شيء جدا مهم لخلق أيضا مستقبل أيضا فني ممكن الاعتماد عليه أيضا مستقبلا في تمثيل البحرين. ممكن أن احنا نطور هذه الصناعة من خلال تواصلنا احنا مع بعض، فالدافع شيء مهم، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق للجميع، وإن شاء الله دائما نشوف أفلام بحرينية متميزة، وإن شاء الله هذه العجلة تدور دائما ودائما نتقدم في طريقنا. الشيء الحلو ذكرت إنه إن شاء الله نشوف هذه العجلة مستمرة إلى الأمام، والكثير من الشباب يلجؤون للصناعة وما يئسون، لأن فعلا كل شيء يمشي نفس ما قلنا بالتأني. أكيد نشكر وجودك حضورك معنا محمد، شكرا. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا، برنامج أفلام البحرين يتيح لكم فرصة المشاركة في تقديم الأفلام القصيرة لأي محترف أو هاوي، وهذه المشاركة راح تتيح لكم العديد من الفرص في مجال الأفلام القصيرة. صناعة الأفلام القصيرة ليست مهمة سهلة، تحتاج إلى التعلم والمشاهدة وخوض التجارب مع كل الحب الذي يؤدي في الأغلب إلى نتيجة مهمة. نشوفكم على خير في الحلقة القادمة.